ناس كتير ماشيين في الشارع، رجلين مش لاقيين مكان تقف فيه، زحمة زحمة جوه المترو. ناس في بعضها مش عارفة تتحرك، ناس وشوشها مكتئبة، مخنوقين ومتضايقين. أنا اسمي أحمد مصطفى، عندي 25 سنة. قررت أسمع على التذاكر بتاعة المترو علشان أنا لاحظت إن هي حاجة مهملة، محدش بيبص عليها، مرمية على الأرض، الناس بتدوس عليها وهي ماشية، عشان نخرج بيها من حالة البؤس اللي هي عايشة فيها. لقيت تيكت مرمية كده في مرة، كانت محروقة بشكل لطيف، عجبني شكلها وتخيلتها في شكل كاركتر وقررت ان انا ارسمها، وبعدين عجبني الموضوع وقررت ان انا ارسمهم 100، وبعد ما خلصتهم قررت انه يبقى بروجكت فيه 1000 شخصية مختلفة. الوشوش المرسومة على التيكتس دي متاخدة من تعبيرات وش الناس اللي بنقابلهم بقى في الشارع واحنا رايحين او جوه المترو في الزحمة بتاعت الزنقة اللي جوه العربيات دي. تختلف بقى إذا كانوا مبتسمين أو متضايقين، مكشرين، مكتئبين، ومحبطين.